إذا كانت هذه صور من طرف شهود عيان لمسرح بتاكلون الذي عرف أكبر عدد من الضحايا. وحول الموضوع أربط الاتصال مباشرة مع مراسلة تلفزيون النهار هدى فتوان من باريس. صباح الخير هدى. صباح النور زهور. هدى، ما هي آخر التطورات بفرنسا منذ ليلة أمس؟ زهور، آخر التطورات قد تم الإعلان عن عدد جديد للضحايا، وهو 129 قتيل و352 جريح، أكثر من 80 منهم في حالتين خطيرة جدا. هناك حملة على تويتر وعلى الفيسبوك كذلك، وبلدية باريس وضعت رقم أخضر للتواصل مع أهالي. الكثير من الأهالي هنا في باريس لم يتعرفوا على ذويهم أو فقدوا ذويهم وليس لديهم أي أخبار. هناك حملة إنسانية صح التعبير بين الفرنسيين، بين طواقم أو طاقم الأطباء في المستشفيات الفرنسية الذين يصورون الجرحى يوميا ويضعون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم هدى، وكيف هي حال اللاجئين السوريين هناك؟ حالة صراحة ظهور اليوم أو البارحة، من البارحة نرى أن باريس ليست باريس التي نعرفها. كانت هناك حملة اعتقالات، ليست حملة اعتقالات شاملة، ولكن سمعنا البارحة وفجر اليوم كذلك أنه تم اعتقال والد والأخ الأكبر لأحد الانتحاريين، وهم قالوا أنهم سبعة منهم انتحاريين، ثلاثة منهم كانوا في قاعة بتاكلون والذي تم قتلهم عند الهجوم على القاعة. ذكر أنه وجد جواز سفر مصري وجواز سفر سوري، ولكن لم يتم التحديد أو لم يتم القول إن كانوا ربما تعود لأشخاص كانوا متواجدين هناك، ليس بالضرورة أن يكون للانتحاري الذي نفذ العملية. أما بخصوص الفرنسي، قد وجدت بصمات له في قاعة باتاكلون، وقالوا أنه شخص معروف لدى أجهزة الأمن الفرنسية، وقد ذهب إلى تركيا في سنة 2013، ومن المرجح أنه ذهب إلى سوريا أيضا. حملة الاعتقالات كذلك لم تبقى في فرنسا فقط، ولكنها طالت بلجيكا، لأنه وجدوا سيارة سوداء كانت تقل الإرهابيين قبل تنفيذهم العمليات، والذي حدد لاحقا أنها ربما أجرت من بروكسل وبلجيكا، من بروكسل بلجيكا. وكذلك وجدوا أن هناك متواطئين معهم من هناك، لذا قامت السلطات البلجيكية البارحة واليوم بالإعلان أنها عملت حملة اعتقالات تخص أو تشتبه في أنهم أشخاص تواطؤوا مع الإرهابيين في باريس. وكذلك هناك نوع من حالة الطوارئ في بلجيكا أيضا. أما فرنسا فالأجواء صديقيني أنها يعني لا أستطيع أن أقول لك أنها عادت كما كانت، ولكن باريس يعني ويكند ويوم أحد ويوم سبت الناس لا تعمل. عادة ما نرى الشوارع مكتظة جدا بالسياح وفيها حياة، نعم. ولكن ما رأيناه. تفضلي. نعم هدى، هناك حديث عن اعتقال أب أحد المنفذي الهجومات. صحيح، كما قلت لك اعتقل والد أحدهم، لم يذكر ولا اسم، ولكن صرحوا أنه اعتقل الأخ والأكبر ووالد الإرهابي. كان هناك شهود عيان البارحة، هي منطقة ليسون، منطقة تبعد تقريبا ساعة عن باريس. شهود عيان أو جيران بيته قالوا أن الشرطة طوقت البيت على حوالي الساعة 11 ليلا، وطوقت الحي كله وأمرت الجيران أن لا يخرجوا من بيوتهم. وبعد ذلك اعتقلوا والد الإرهابي وأخوه الأكبر مربطين اليدين. وكذلك ربما هناك ستكون أكيد حملة اعتقالات أخرى لكل المشتبهين فيهم. أول التحقيقات لم تعري، يعني لم يصرحوا عن أي شيء جديد غير أنهم وجدوا السيارة السوداء التي كانت تقلهم. وكذلك وصلت آخر التحقيقات قالوا أن السيارة السوداء كانت تحمل الكثير من الأسلحة، أسلحة ثقيلة جدا، وصرحوا أنها كلها من أسلحة كلاشينكوف، ونعرف أن سلاح الكلاشينكوف له عدة خاصة، لذا رجح المحللين أنهم كانوا يستعملون السيارة لتزويد الكلاشينكوف بالرصاص بين الحين والآخر.
نعم، شكرا لك هدى فتوان، شكرا جزيلا لك، وسنعيد الاتصال بك في المواعيد الإخبارية اللاحقة في حال ورود أكيد، أي شكرا جديد. شكرا جزيلا لك.